كيلو من البطاطس هنقطعها مكعبات ونسلقها، ويفضل ما تكونش مسلوقه قوي مش مهريه يعني. وعندنا كمان معلقتين كبار من البقدونس المفروم، معلقتين كبار من البصل الاخضر، يعني عودين بقدونس وعودين بصل اخضر مفرومين، فلفل احمر حامي مفروم، معلقه كبيره من الثوم المفروم، عندنا ميكس جبن، ومعلقه كبيره من السمنه، بابريكا وملح وفلفل اسود. دي كده المقادير بتاعتنا. تعالوا بينا بقى نحط على النار طاسه كده تسخن، وبعدين الطاسه دي احط فيها معلقه زيت ومعلقه سمنه يسخنوا كويس قوي، البطاطس بتاعتنا تكون متصفيه كويس جدا جدا. تمام، هنزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل معاها الثوم، معلقه الثوم الكبيره، شوح الثوم كده جنبها زي ما انتم شايفين، مش عايزاه ياخد لون عشان ما يتحرقش. وبعدين نبتدي نقلب بقى كله مع بعض. زي ما قلت لكم يعني بلاش نتك عليها في السلق قوي، خليها كده محتفظه بشكلها. هنستنى البطاطس تبتدي تتشوح وتاخد من طعم الثوم، ونديلها البهارات بتاعتها. دلوقتي هنديلها ملح، اما لو سلقها بملح فخلي بالك وراعي الحته دي، رشه من الفلفل، عندنا بقى البابريكا، او لو عندك بهارات بطاطس في البيت فهتغنيكي عن كل ده، حطي بهارات البطاطس بيخلي طعمها حلو قوي. يلا ندي تقليبها. الريحه خطيره. هحضر الطاجن او الطاسه او ايا كان البايركس اللي هندخله الفرن جنبي كده، هستنى بس البطاطس كده ايه تتشوح معانا تشويحه حلوه. عايزه اقول لكم الريحه خطيره، كلنا عارفين طعم او النكهه بتاعه البطاطس مع الثوم لما بيتعملوا على النار كده بيبقى طعمهم جميل قد ايه. هنا خلاص كده البطاطس معانا اتشوحت تشويحه حلوه، هبتدي اخد بقى الفلفل والبقدونس والبصل الاخضر، ممكن نستبدل البقدونس بكزبره كمان هتبقى لايقه وحلوه برضو. ادي البصل الاخضر وادي البقدونس، حط كمان فلفل بقى حامي بارد زي ما انتوا حابين، احنا حاطين النهارده سبايسي، ونقلب. تقلبتين اتنين بس، انا مش عايزه الخضار يدبل، هنكتفي بكده وننزل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده، خطيرة هي كده لوحدها حكاية، بس احنا هندلعها اكتر ونحط لها بقى شوية جبنة، ويلا على الفرن علشان الجبنة تسيح. خطيرة خطيرة، شكلها يجنن، تحفة ما شاء الله، اللهم بارك. وريحتها كمان طالعة كده مفحفحة وحلوة قوي قوي.